ده كان قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مع فريق 2008. ايضا نروح لقطاع مهم جدا في النادي الاهلي وهو اكاديميات النادي الاهلي، قطاع استثماري، قطاع ايضا فني. وشفنا ايضا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وهو هنا في قناه الاهلي بيتحدث مع الاعلامي او الاستاذ يعقوب السعدي عن اكاديميات النادي الاهلي. يعني الحوار كان فيه جانب مهم عن اكاديميات النادي الاهلي، وقال النهارده ان قطاع الاكاديميات قطاع مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، قطاع استثماري بيحقق ارباح كبيره. النهارده شفنا النادي الاهلي ما شاء الله عندنا 16 او 17 اكاديميه في فروع مصر، ايضا قطاع بيعمق او بينشر جماهيريه النادي الاهلي. كل الولاد الصغيره اللي لسه دلوقتي مثلا عندها 5 سنين وست سنين بيطلع بيشوف النادي الاهلي عنده في المحافظه وعنده في بلده فيبدا يتعلق بالنادي الاهلي، ده قطاع مهم جدا. وايضا قطاع فني، عمليه الاختبارات اللي بيتم في النادي الاهلي في مدينه نصر النهارده ممكن يصعب على ولي الامر او على اللاعب انه يروح النادي الاهلي في مدينه نصر. النادي الاهلي دلوقتي بقى موجود في المحافظات كلها دلوقتي من خلال الاكاديميات، فالنهارده اصبح قطاع الاكاديميات قطاع مهم جدا، قطاع استثماري، قطاع فني كمان ممكن يخرج لاعبين لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان بيخرج منه مدربين لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. فرع الشرقيه مع فرع مركز شباب الجزيره اقاموا مهرجان كبير كان في مركز شباب الجزيره، كان لقاء مثمر ولقاء كمان يعني جت اكاديميه النادي الاهلي في الشرقيه لمركز شباب الجزيره، وكان كاميرا الاشبال موجوده هناك. نروح نشوف التقرير ده والمهرجان ده وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن سيد غريب نجم الاهلي السابق وايضا المدير الفني لفريق 2006 في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بقول انه هي الاكاديميه دي برغم ان جينا متاخرين جدا فيها، اللي هي كانت يعني عوضت الاكاديميه في مدرسه السعوديه نتيجه انه الملاعب في السعوديه ما كانتش على المستوى، فاضطرينا احيانا نتعاقد مع مركز شباب الجزيره، وهي موافقه تمت عن طريق لجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب، لانه بتخدم برضو كمان النادي الاهلي بالجزيره، لانه النادي الاهلي بالجزيره ما عندوش اي منافس للاعضاء يلعبوا فيها او اكاديميات. الاكاديميتين الموجودين في مدينه نصر الشيخ زايد بعاد جدا طبعا عن الناس اللي بتسكن في وسط القاهره هنا، فبالتالي اغلب اعضاء النادي الاهلي في الجزيره استفادوا من هذا المكان. ان شاء الله السنه الجايه هيكون في طبعا اكثر من فرصه لانهم يشتركوا بشكل افضل، عشان هذا المكان هي مكان مجهز تجهيز كويس جدا، ونحن بنعتبر انه هو امتداد للنادي الاهلي. احب اشكر لجنه التخطيط انها طبعا قعدت معاها عشان اوريها دوري الاكاديميات الخاص بالنادي الاهلي، واقترحوا طبعا بعض الامور الخاصه انه تسمى هذه الدوري الاكاديميات دوري الاكاديميات الاول باسم فلان، باسم مثلا مؤمن زكريا، باسم ثابت البطل. الدوريات هتتسمى باسم النجوم الكبار او الليجندز، ممكن باسم برضه رؤساء النادي كابتن صالح السليم، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب. برضه الحقيقه عايزين نسمي هذه الاكاديميات باسماء يعني على الاقل تخلد بعض الناس اللي كانت موجوده، محمد عبد الوهاب الله يرحمه برضه لما توفى، كل الحاجات الاسماء دي ان شاء الله لجنه التخطيط هتحدد معانا مسميات هذه الدوري اللي هيسمى باسمائهم. فرع الشرقيه دي من اقدم الفروع في الاكاديميه. بدانا تقريبا من 2007، بدانا في بلبيس وبعدين العاشر من رمضان. حاليا دي ثاني موسم لينا في مدينه ابو كبير. عندنا لعيبه مميزه جدا في الفرع ان شاء الله. طبعا ابو كبير مدينه كلها اهلاويه، ودي بتساعدنا كتير على العمل في الاكاديميه. ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله عندنا لعيبه مميزه جدا. الكابتن شطه وعدنا باذن الله الفتره اللي جايه هيعمل دوري بين المميزين في الاكاديميات كلها في كل فروع مستوى الجمهوريه. النهارده اللقاءات دي ده كان من ضمن الاستراتيجيه اللي احنا عاملينها الاكاديميه 2021، مخططينها مع مدير جهاز الاكاديميه كابتن شطه والجهاز المعاون معاه الدكتور محمود صلاح وكابتن حماده مرزوق. من ضمن الاستراتيجيه دي ان احنا في تبادل خبرات ما بين الفروع كلها، ان احنا بنعمل لقاءات وديه. اللقاءات الوديه دي انها بتخرج بس لعيب كويس ويبقى بنسلط عليه الضوء مع قطاع الناشئين، بناخد برضو بنقدر نتواصل برضو لافضل لعيبه كويسين عشان ناخد منهم فرقه كويسه نبدا نلعب قطاع الناشئين، ويبدا يبقى المخرج او المفرز دايما للاكاديميه لقطاع الناشئين. ودايما في لقاءات مع تنسيق مع كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين،
بالتنسيق معاه ان احنا برضو بيبقى فيه في اي وقت، قال لنا في اي وقت طبعا القطاع والاكاديميه ده مكان واحد في الاخر تحت مسمى النادي الاهلي، اي حد عندكم يجي طبعا ينور يكون كويس، طبعا هيفيد القطاع احنا هنكون معاه طبعا. فدي ده كان من ضمن الاقتراحات والحاجات اللي احنا كنا عاملينها في الاستراتيجيه اللي عاملينها 2021 لاكاديميه النادي الاهلي.